في أوقات السعادة الكبيرة احترس من إعطاء الوعود، فقد يكون الحماس مؤقتاً. حتى الرجل الأعمى يمكنه أن يرى المال. لو تمالكت نفسك في لحظة الغضب، ستوفر على نفسك 100 يوم من الندم. يصنع الرجل الحكيم قراراته بنفسه، بينما الجاهل يتبع آراء العامة. لا تضيع طاقتك في إطلاق السهم إلا عندما تكون متأكداً من الهدف. كنوز العالم بأسره لا تساوي المرأة الفاضلة. من يجاملك فهو عدوك، ومن يلومك فهو معلمك. احترس من قرن الثور وحوافر الحصان وابتسامة بعض الناس. للذهب ثمن، لكن الحكمة ليس لها أي ثمن. في البيوت السعيدة يمكنك أن تجد هدوءا يعم الأجواء، فالسعادة تتغلغل في الصمت. كثيرا ما تلهمنا النساء بمشاريع عظيمة ثم تمنعنا فيما بعد من تنفيذها. أن تتأكد خير من أن تتأسف. من يذهب إلى المحكمة يكسب قطة ويخسر بقرة. لا تعرف عقل الرجل، استمع إلى كلامه. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. الرجل الذي يفكر قبل أن يتحدث هو حكيم، والرجل الذي يتحدث قبل أن يفكر هو أحمق. الخبرة هي مشط تعطيه الطبيعة للرجل عندما يصبح أصلعا. يتكلم العاقل عن أفكاره، والذكي عن أعماله، والسوقي عن طعامه. أقوى قوة مائية في العالم هي دموع النساء. إذا كنت محباً لابنك، فعندئذ يمكن أن تستخدم التأديب، وإن لم تكن كذلك، يمكنك مكافأته بالسكاكر. مثلما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان إليه. زينة الرجال الأدب، وزينة المرأة الذهب. ساعة واحدة من البرد سوف تمتص حرارة 7 سنوات. الذكي من يتكلم ببطء ويفكر بسرعة. الحسد مثل حبة الرمل في العين. القوة الحقيقية تكون عندما نتعلم كيف ننحني أمام الصعاب ونستخدم مرونتنا للارتقاء بأنفسنا. شجرة الخيزران تذكرنا بأن أكبر قوتنا تكمن في قدرتنا على الانحناء دون أن ننكسر، مثلها مثل الإنسان. إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا. المصائب ليست نهاية الطريق، بل بداية لفرص جديدة. من لا يتقن الأداء يرى العيوب في الأدوات. افتتاح متجر أمر سهل، أما أن تبقيه مفتوحاً فهو فن. الغير راضي عن نفسه سيتطور، والغير واثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. من استهان بالوقت نبذه الزمن. لا تتخذ تمساح صديقاً وإن سالت دموعه. لا تلوث البئر، ربما ستحتاجه يوماً لتشرب. من يضحي بضميره من أجل الحصول على طموحه كمن يحرق صورة ليحصل على الرماد. الرجل هو رأس الأسرة، لكن المرأة هي الرقبة التي تحرك الرأس. عندما تكون سندنا فاحتمل، وعندما تكون مطرقة فاضرب. للنفوس العظيمة إرادة، وللنفوس العظيمة أمنيات. الذكي يحول المشاكل الكبيرة إلى مشاكل أصغر فأصغر حتى تصبح لا شيء. أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. إذا نجح زواج ابنتك فقد كسبت ابنا، وإذا فشل فقد خسرت بنتا. يهب الله لكل طائر رزقه، ولكن لا يلقيه له في العش. تخلص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب. اللقاء بعد فراق طويل خير من ليلة الزفاف،